يلزمهم بتوحيد طلاء سياراتهم باللونين الأسود والبرتقالي، معتبرين أنه قرار تعسفي في حقهم وسيكلفهم الكثير، وهم يعانون من عدة مشاكل خاصة وارتفاع أسعار البنزين. المزيد في تقرير سيد أحمد هديبر. حالة من الغليان يعيشها هذه الأيام سائقو سيارة الأجرة بالجزائر العاصمة بعد صدور التعليم التي تلزمهم بإجبارية توحيد طلاء سيارات الأجرة باللونين الأسود والبرتقالي، قرار قابله العديد منهم بالرفض واعتبروه تعسفا في حقهم لما يسبب لهم من خسائر. هذا ده قرار تعسفي، جابوه لنا كنا رايحين نخدموا كوارتا وعنا، قال لك روح صبغ، روح دير لها لو نوار اي لورونج. ما نجدد اللون، بصح لا فالور تاع كروستي، انا كروستي شاريها ب 120 مليون، غدوه ندير لها سكوتش هدايا، ندير لها تو لو تور سكوتش اورانج، ابري دو زاني كي نحي سكوتش راحت لا فالور تاع الطونوبيل. دوك انا العامل هذوك اللي نخدمهم ونخسرهم في الطونوبيل، تحبس تاكسي سي ميو. اتحادية سائقي سيارات الأجرة من جهتها عبرت عن رفضها القاطع لمثل هكذا قرار، معتبرة أن هناك عدة مشاكل أكثر أهمية خصوصا بعد ارتفاع سعر البنزين وهو ما دفعهم للاستقالة. احنا من المفروض كنا ننتظروا انه هذ المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه الزياده نتاع الوقود، انهم يشوفوا حاله الطاكسي. احنا رفض لها ماهيش من باب اننا ما حبيناش نتوحدوا ولا ما حبيناش النظام، ولكن على الاقل هذه العمليه تكون باستشاره واسعه. كل هذه المشاكل اصبحنا يعني فقدنا حتى احنا كنقابيين افتقدنا الى الامل وافتقدنا حتى المصداقيه تاعنا، الشيء اللي خلاني ربما انسحبت. مشاكل بالجملة يعرفها سائقي سيارات الأجرة، فعوض النظر في حلولها من طرف المسؤولين جعلوا الشكليات في خانة الاهتمام، وهو لسان هؤلاء السائقين الذين يهددون بالتصعيد.